هذا شارع غازي. هذا شارع غازي وهذا محل عامر ابو نغم. هنا الدرج مال الدكتور. شو اسم الدكتور؟ خالد البصيري. دكتور خالد البصيري. سوق الصياغ. ما في شيء بس انقاض تنشال ترى. والزعفراني يا غضب. شكرا ان شاء الله مرتاحين. شو حاله؟ هذا باب السراي. الحمد لله ما في شيء ترى بس تنظيفات. هذا باب السراي. هو هذا كله يسموه سوق باب السراي. انصور المحل. هو يقول لا ما طلعوني. ما طلعوا محلي. وشين القصر المحلات؟ خطيئة يا معود، الناس تريد تشوفهم من أرزاقهم محلاتهم. هذا سوق باب السراي. الحمد لله على السلامة. ليش مو ذا يريد يا الحمد لله على السلامة. هذا سوق باب السراي. الحمد لله على السلامة. شلون الأبطال؟ شلون الصح؟ حياك. ها فيديو؟ سوق باب السراي. الحمد لله وشكر ما بيشي بس تنظيفات يا غالي. تنظيفات وتعديلات بس. هذا سوق الأحذية. هذا الشارع بس أحذية. هاي المحلات كلها. هاي المحلات سوق باب السراي. الحمد لله وشكر كل شيء ما بيها. بس تنظيفات يراد لنا. هاي القيصرية. هاي هنا طقوا بس انتحارين. هاي المحلات طبعا كل شيء ما بيها. هاي تشينكوات بس والتنظيف يراد لها. تنشال تشينكوات وتنظف المحلات كل شيء ما بيها. سوق باب السراي. يلا
ما بين شيء. الحمد لله. لا ما بين شيء. هذا سوق باب الصراي. حتى تشاهدوا حتى صفقتهم. بس تنظيف يراد لا تشينكوات ان شاء الله. هسه لازم يعني الجهد يصير على البلديه والبلديات هاي الدائرتين، لانه الشغل لازم كله يصير عليهم، لازم يجون ينظفون هاي المكانات حتى ترجع عوده الحياه ان شاء الله. هسه هاي علمنا شارع خالد بن الوليد راح يجينا. مطبعة الدار البيضاء. هاي كان المركز هنا. هذا كان المركز. عمارة الشواف. هاي عمارة يعني معروفة بالمصري يسموها عمارة الشواف. الحمد لله على السلامة. هذا شارع النجفي. يقول منا منزله بلده. هذا شارع النجفي. الدواش حارقي كليته. من حارقوه؟ هاي مدي يغطون على الطيارة. اي ما بي شي شوف. بس ما حارقي على القصر. المحلات كل شي ما بيها. لا محل واقع ولا شي. كمل هنا. هسه نكمل. هذا شارع النجفي. دواش حارقين كم محل، كم عمارة حارقين بيه، الباقي كل شيء ما بيه. هاي المحلات كل شيء ما بيه. هذا محل ما محروق. مطبعة الراقي. هذاك محل ما محروق. اكو محلات لا حارقين. اللحم بعجين. عايزه ماي ماي. كان مفخخ فوق شلون الساعه؟ ها؟ هيا قناه. موصل ايه؟ ذاك المحل اسود مفخخ الساعه فكوا هاي البازي طلعوها. يا محل مفخخ. يا الله. ماي للولد. هاي المكتبة ايش قد كنت تجلس تسوق منها؟ هاي بازوكات مال دواش مخلفات. محلات ما متأذية بس حارقية هم حارقية. أكثريتهم فخر. هذا طيب. هذا كان يفخر. إي بس كوكو صواريخ جوا يعني ما مربوطة. أصبح في مجال؟ مكتبات يا كلها مكتبات مفخخ. هذا شارع النجفي. اكثر المحلات الموجوده بشارع النجفي ما بيها شيء بس اكثرها حارقيها الدواعش. اكثرها محترقات.
فنطبه هنا هسه يقولون ها ما صورنا هذا الفرع، بس لو فايت على محلي بس لو فايت. شارع النجفي هذا شارع النجفي كله لي نهايته كله صورنا. هذا الباب الثاني اللي طلع على السرسخانة، أنقاض موجودة، المحلات موجودة، بس أغلب المحلات حارقيها الدواعش. شارع النجفي ها؟ هاي ما صورتها هنا صورتها. أنا واحد قوي سبع لي كل سيارات من قبل عشر غنادر وقناصة، قناصة راح تسعينات. جماعة كم يعبروا؟ يطور يطور إنه غد سريع. سريع يعني ما هذا شارع غازي وهذا شارع النجفي.